الو اي وقت ممكن اسوي مصيبه عادي. حلقه جديده اليوم، والله هي حركه حلوه وجميله. نحاش من الحصه كذاب، ابدا اخر جري له امس يمكنني طقيت الولد. كيف طقمك الغالي؟ ممكن خلي الجوالات شوي، ما لك شغل. رايك بالحركه؟ والله هي حركه حلوه وجميله، الان استفدت من عندها، يجيب الكاميرا من تحت الى فوق. ها يعني انت الحين اخذت من كويس، تفضل. كلنا نسوي مصايب في حياتنا، ايش اخر مصيبه سويتيها؟ من كثر المصايب والله ما ادري ايش اقول لك. طبعا مصيبه بالعاميه اسمها جاريه. اولادك؟ اي نعم. الله يحفظ. يمكنني طقيت الولد. شوف انها مصيبه؟ لا مو مصيبه، بس ما اتذكر في اشياء يعني. ما ذكر في جريه سويتها؟ لا والله. هروب من حصه ولا شيء؟ ما نحاش من الحصه. كنت مع خوي وفحطنا ودخلنا وصبه. وش استفدت؟ ما انا ما مو انا اللي اسوق، خوي اللي يسوق، لكني معه بالمصيبه. انت معزز له؟ معزز والله، روحي عمده روحي عمده، ما فيه. انا رافع الصوت بعد، شكوى الله من اخوك. لاني انا فكاهيه كثير. حلو. اي يعني فعشان كذا ما اعرف يعني ممكن اني اي وقت ممكن اسوي مصيبه عادي. والله حرفت من البيت. كارت باين هرب، شوت كارت باين. وصلتنا مصادر تقول ان ما تعرفين تسوقين. لا اسوق. ما سويت مصيبه؟ بس ما معي رخصه. انا مثالي. شوف برزتي. شوف الفخامه. الا في صح اي كان معي بيبي قدام، بعدين فجاه طلعت فوق الرصيف قاعد يصفق جود جوب، استانس. طبعا هذا اكبر جري انت سويته. ليه ما في ثوب سحاب؟ وش شايف طقمك الغالي؟ شكرا. بغيت اسلم على الشارع الثاني بس الحمد لله ما صار. كسرت صحن امي المفضل. درت؟ ايه. وش قالت؟ صفقتني. اخر جارية؟ دوبي اخذ لي قسيمة. قبل 5 دقائق والله. وشي؟ تعطيني سعر. شوف انا شغال في مطعم، حركت الفرن بالكامل، كان في لحم يعني والله من جد ما امزح. كان في لحم قيمة يمكن 3000 ريال او 4000. اسراف! هذا اسراف! هذا اسراف كبير! عقبك؟ لا، لانه اول مره تصير معايا وقد راعي المحل اصلا قد حرق كمان يعني. وليش معطل السياره؟ والله يا ما عطلت وما اللي عطلوني. مشكلة اخر مصيبه زعلت زوجتي، اكثر من كذا ما اقدر اقولها. وش سويت؟ ما لك شغل. صح. لا الحمد لله مؤدب، انا مالي في الجريات. مؤدب مره، انا ما اسوي جريات. تعال. هذا هلا. خويك يقول مؤدب مو براعي جريات. كذاب، ابدا اخر جري له امس. اوف. اي نعم، بس فيها على الهواء ممكن تدخل فيها مشاكل، فهمت؟ والله شكلكم كنتوا في المخيم. اي ممكن في المخيم. نفس اخوي انا. وراثه عندكم في العائله؟ كيف؟ لا مواد. مثاليين بزياده. لا ما حولنا مصايب. مثاليين يعني. اي ما حولنا مصايب. مصيبه سواها هو. تدري متى؟ امس رايح الدمام ورجع بدون ما يعطي اي احد فينا خبر. متاكد الدمام؟ اي الدمام الحين باقي مقفل. باقي مقفل. حلو. شوفوا شباب، اخوكم فضح فيكم، اعطوني اخر مصيبه هو سواها. صدم سياره راشد وداها تشليح، وقف عند البيت ونحاش. مش عارف اقول لك ايه، بس انا اختفيت. مين يسوي مصايب اكثر، المراه ولا الرجل؟ المراه. على اي اساس؟ هذا رايي الشخصي يا اخي. اكيد الرجال. اكيد الرجال. اكيد الرجال. اي هم اكثر اكشن صراحه. نساء رجال صدقيني، نساء رجال. رجل ولا أرضى للرجل أن يظهر بهذه السمعة. عنصري؟ ما هي عنصري. المرأة. المرأة تسوي مصايب أكثر؟ بوجهة نظري أنا المرأة. رجال. حاليا في الوقت الحالي البنات. ليش؟ البنات والله ما صار عندهم فرامل هالفترة يعني. مدرعمين ها؟ مدرعمين بقوة. يا مرحب فيكم، يا اهلا وسهلا يا متابعينا ومتابعاتنا.